لما تتخرج من كلية الطب هتلاقي مطلوب منك انك تقسم. اقسم بالله العلي العظيم ما عملت حاجة. لا مش كده، بتقسم كالآتي: اقسم بالله العظيم ان اراقب الله في مهنتي وان اصون حياة الانسان بكافة ادوارها. ما علينا، المهم ان اللي اخترع القسم ده هو ابو قراط اللي بيتقال عنه ان هو ابو الطب. ابو قراط من زمان جدا وله فضل على الطب وخاصة الطب النفسي. تخيل بان من 400 سنة قبل الميلاد قال بان في حاجة في الاضطرابات النفسية اسمها اضطرابات ثنائي القطب او البايبولر ديس اوردر. راجل ساعة مزاجه رايق وحاس ان هو فوق السحاب طاير من الفرحة، وساعة حاس ان هو تعيس ومش عايز حاجة من الدنيا، حرفيا مرة فوق مرة تحت. فلو الفضول حياكلك وعايز تعرف يعني ايه بايبولر ديس اوردر او اضطراب ثنائي القطب، هات كوباية القهوة وتعالى كده ايه ندردش مع بعض في الموضوع ده. يلا بينا. ويا اهلا وسهلا بيكم في نوع المحتوى الجديد. ايه رايكم؟ شغل عالي صح ولا لا؟ خليني اقول لك بان اليوتيوب ما تفرقش معاه نوع المحتوى اللي بتقدم ايه، هل هو محتوى تعليمي ولا هلس. اللي بيفرق مع اليوتيوب هو حاجتين: اليوتيوب لما بلاقي معدل الاعجاب على الفيديو كبير جدا، ده معناه بان المحتوى عجب الناس من غير ما يعرف جوه الفيديو فيه ايه، وبرده لما يلاقي فيه تفاعل كبير جدا وفي كومنتس وفي شير او في مشاركه للفيديو ده مع ناس تانية، فده معناه بان الناس برده مبسوطه من الفيديو وبتبعتها لاصحابها. وطبعا اليوتيوب بيحسب قد ايه انت قعدت جوه الفيديو، فلو شافك قعدت فيديو وقت طويل ده معناه ان الفيديو عجبك وشدك للاخر. يهمه طبعا بان البيزنس بتاعه يخلي المشاهدين بتوعه والمستخدمين طول الوقت جوه الابلكيشن الخاص بيه. بقول لك كده عشان اوضح لك ليه محتوانا ممكن ما يبقاش بينتشر، لان هو محتوى علمي. فلو عايز تدعم المحتوى العلمي ده اعمل لايك، اكتب كومنت، شوف الفيديو للاخر وشيره مع زمايلك. اهو احلى لايك واحلى كومنت، كمل الفيديو كده تبقى عملت معايا الواجب وتبقى راجل زي الفل. مريض امره غريب ودايما الاعراض بتاعته مختلفه، وحتى اطباء نفسيين بيحبوا ان هم يقعدوا مع المريض ده، لان ده المريض بتاعهم. كل الناس عارفه يعني ايه اكتئاب وكل الناس عارفه يعني ايه توتر، بس اضطراب ثنائي القطب مش كتير عشان تقابلها، محتاج وقت ومجهود عشان تقعد مع حاله بالتشخيص ده. تعالوا نشوف المريض في النوع ده بيبقى بيتكلم ازاي او ايه الاعراض اللي بيشتكي منها. يا دكتور انا في اخر فتره بدات مراتي تشتكي ان انا بتعصب على اي حاجه، ساعات ما ببقاش عايز ابطل كلام وبقى في قمه السعاده، مهايبر جدا، بفرتك فلوس كتير الصراحه، سواء بشتري حاجات ملهاش لازمه او ممكن يعني استثمر في حاجه باينه انها هتفشل، كده هتفشل، مش عايز انام حرفيا، يعني ممكن ساعتين بالكتير واصحى انا مش عايز انام. ورغم ان انا لما ببقى بصرف فلوس ببقى مبسوط جدا وحاسس ان انا في قمه السعاده ومفيش حد زيي، بس ممكن بعدها يجي لي فترات من الاكتئاب، مش طايق نفسي مش عارف ليه. وبالنسبه للاكل فانا ماليش نفس الاكل، ساعه ما بيجي لي المزاج الوحش ده ما بيبقاش ليا نفس الاكل. طيب هل بتسمع اصوات او بتشوف حاجات مفيش حد غيرك شايفها او مفيش حد غيرك بيسمعها؟ بسمع حد بيندهلي ساعات بس بطنشه، يعني مش برد عليه. طيب معلش في السؤال ده، اخبار العلاقات هي ايه؟ يعني يا دكتور ان الله حليم ستار، واخاف تكون مراتي بتتفرج على الحلقه دي. اول حاجه لاحظها العالم ارتيوس. ارتيوس هو عالم اغريقي قال لك بكل بساطه احنا هنخلي المود ده هو عباره عن مجال. نفترض ان دي مسطره، المسطره دي في ليها بدايه وليها نهايه، البدايه بتاعتها بتقول ان احنا مزاجنا زيرو والنهايه بتاعتها المزاج بتاعنا 20 مثلا. يعني لو انا مبسوط شويه فهقول بان انا مثلا 10 12 يعني في النص، لو انا زعلان فممكن اقول ان انا مودي 1 2. ارتيوس قال لك بان الراجل اللي عنده بايبولر بيبقى ساعه عند الزيرو وساعه هناك عند ال20. مريض البايبولر او مريض ثنائي القطب بيجي له نوبات من الهوس، ودي اللي وصفه ارتيوس وقال ان هو عباره عن مود اكستريمز، مره يمين مره شمال مره فوق مره تحت. المريض ما بيبقاش فاهم نفسه هو ايه اللي بيحصل معايا، انا مره حزين ومره مبسوط، مره عايز اصرف كل اللي معايا ومره ماليش نفس اصلا اطلع المحفظه من جيبي. انا مش فاهم الصراحه، يعني انا ما كنتش بشرب سجاير، دلوقتي بشرب سجاير وساعات يعني بشرب حاجات تانية، يعني نفسي رايحة للحاجات التانية. واللي ضايقني ان انا دبست نفسي في شغل بفلوس كتيرة، وكانت الناس بتنصحني وانا مش عايز اسمع، كنت شايف ان انا اللي صح وهم اللي غلط، واستثمرت فلوس في حاجات فاشلة، يعني باينة ندمت.
انا عارف يا صديقي بان الحاجه اللي بتيجي في دماغك دلوقتي هو ايه السبب، يعني ايه اللي يخلي مريض مره واحده كده يبقى كويس وبعدها تجيله نوبات هوس، ومن نوبات الهوس دي تجيله نوبات اكتئاب مثلا بعدها. للاسف بان المرض النفسي مش زي المرض العضوي نهائي، يعني سهل جدا بان حد ياكل حاجه ملوثه فاقول له انت جالك نزله معويه نتيجه اصابه بفيروس او ببكتيريا معينه، ولكن في المرض النفسي ده ما بيحصلش. في المرض النفسي فيه عوامل كتير جدا، منها لا 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 مش هينفع بان انا اقولها لك وانا واقف كده، لازم نقعد ونخلي القعده علميه عشان نعرف نتكلم واقول لك ايه العوامل اللي ممكن تخلي شخص مبسوط مزاجه رايق يبقى مره عنده نوبات هوس وبعدها مره عنده اكتئاب. وهنا لما هنتكلم على العوامل اللي ممكن تخلي شخص يدخل في اضطراب ثنائي القطب لازم نساله اسئله كتير جدا. واول عامل واول سؤال، هل في حد من العيلة وخاصة من أقارب الدرجة الأولى زي الأب والأم وهكذا عندهم المرض ده أو المشكلة دي؟ هل المريض اتعرض لصدمة معينة زي وفاة حد مثلا مقرب له؟ وارد جدا إن ده يحصل، وارد جدا إن كلنا يدينا سبب زي كده. وخلينا أقولك هنا بإن إحنا لو عملنا للمريض ده أشعة وعملنا له فحوصات تورينا الجهاز العصبي أخباره إيه، ممكن نلاقي بإن الجهاز العصبي المركزي زي الدماغ فعلا اتأثر. تخيل إن يبقى في حاجة نفسية أثرت على حاجة عضوية وبدأ النسيج العصبي زي التاكل، او كأن المرض النفسي بينهش في الجهاز العصبي. ايوه للدرجه دي، ما تستغربش. نفسي افهم فين المشكله، راجل معاه فلوس وبيفتكها وبيتبسط وبعدها بينطفي، ما كلنا بننطفي يا اخي. وبعدين الراجل بيدخل في علاقات جنسيه كتير، ما ربنا مديله الصحه، انت ايه اللي مزعلك؟ وهنا لازم اكلمكم عن هدف الفيديو ده، وهو بان المريض اللي عنده اكتئاب او اضطراب ثنائي القطب الراجل ده ممكن يبقى بادئ مع الموضوع ببساطه، ممكن يبقى شويه تقلبات مزاجيه او شويه توتر بدات تتحول الى اضطراب ثنائي القطب. ممكن الشخص ده لو اتعالج في البدايه مش هيوصل لانه يتورط او يبقى في عنده ازمه، حرفيا ممكن يورط نفسه خلال نوبات الهوس او اللي بسميها المانيا. ممكن الشخص ده يتورط بفلوس كتير جدا او بعلاقات جنسيه متعدده، او ممكن يعمل مشاكل ما يعرفش بعد كده يصلحها لما يفوق من الصدمه اللي هو فيها او لما يفوق من النوبه اللي هو فيها. فاي حاجه وهي صغيره لو قدرنا نعالجها وقدرنا ان احنا نحجمها وناخد بالنا منها ممكن تتعالج وتبقى امر بسيط مش محتاج كل المجهود الكبير ده. وكمان لو انتوا فاكرين من شويه قلت لكم ان ممكن الجهاز العصبي يتاثر، احنا عارفين بان الجهاز العصبي لو تاثر او لو في حاجه فيه ماتت او لو في حاجه فيه اتضررت مش بترجع، فلو احنا لحقنا بان احنا نعالج الحاجه النفسيه وهي نفسيه احسن بكتير جدا من احنا نعالجها وهي بقى في تاثير عضوي. مش عايز ابقى بكبر الموضوع لو قلت لك بان الراجل ده ممكن لو اتساب من غير علاج فممكن تاثر على اعضاء تانية غير الجهاز العصبي، ممكن توصل لمشاكل في القلب، وانت عارف بان في نوبات الهوس والمانيك اتاكس ممكن يبقى بياكل كتير فهتؤدي الى مشاكل ليها علاقه بالسمنه وحاجات تانية، غير ان هو مش هينام مش عايز ينام، ففي اعضائه من جوه عايزه ترتاح بس هو مش عايز يريحها. فالموضوع مش هيوقف على الجهاز العصبي بس، هيروح لاجهزه تانية. بص يا استاذ محمد، احنا هنديك دواء بسيط كده هيساعدك بانك تتغلب على الحاجات اللي بتحصل لك في الوقت الحالي. لا والنبي عشان خاطر بلاش دواء لا ده. بص كلمني يعني اي حاجه بس بلاش دواء والنبي، انا مش عايز اتعود عليها ومش عايز ابقى عايش على المهدئات عشان خاطر الطول والنبي. انا عارف كويس جدا بان الناس بتخاف من الادويه النفسيه، بتبقى مرعوبه لما حد بيقول انا هاخد دواء نفسي، ما ممكن يتعلق بيه، ممكن ما يعرفش يعيش من غيره وكلام زي كده. دوري هنا كطبيب ودور اي طبيب نفسي بان هو يقعد مع المريض ويعرفه ايه مميزات وايه عيوب الدواء ده، ايه الاضرار وايه الفوائد، هل ممكن الفوائد بتاعته تتفوق على الاضرار فناخده او لا اضراره اكتر من الفوائد بتاعته فانا مش عايزه. في الحاله دي الاطباء النفسيين بيستخدموا مع المريض المود ستابلايزرز او الحاجه اللي بنسميها معدلات المزاج. في الوقت ده الدكتور بيقول للمريض لو جالك اعراض جانبيه من الدواء فارجع لي في اسرع وقت عشان نقدر نتغلب على الاعراض دي، لو احنا مضطرين قوي على الدواء فاحنا ممكن نديك ادويه ثانيه تغطي على الاثار الجانبيه اللي حصلت، ولكن نحذر كل الحذر بان احنا نوقف الدواء من غير ما نقول للطبيب، لان بكل بساطه ممكن يحصل انتكاسه، والانتكاسه في الامراض النفسيه مش حاجه لطيفه وبتحتاج مجهود اكتر واكتر واكتر عشان نرجع للحاله اللي وصلنا لها لما بدانا علاج. مريض اضطراب ثنائي القطب من المرضى اللي بتبقى رايحه العياده برجليها بيبقى عايز يفهم هو ايه اللي بيحصل له ده، هو عمره ما كان بالشكل ده. المريض ده لو احنا ساعدناه وكان عندنا الثقافه بالامراض النفسيه وعرفنا نقول له بان ده فعلا كذا وانت محتاج انك
تدور او تروح وتبحث عن استشارة طبية هنساعده كتير جدا. الموضوع في بدايته دايما بيبقى بسيط. محتاجين يبقى عندنا رأفة مع مرضى الامراض النفسية زي ما عندنا رأفة مع الناس اللي عندها كانسرز او عندها امراض مزمنة. المرضى النفسيين بيشوفوا حاجات وبيسمعوا حاجات ممكن ما نبقاش احنا سامعينها ولا شايفينها، وده بيخليهم ينفصلوا عن الواقع وحاسين بان هما مش معانا. بيشرح لك في حاجة وانت مش واخد بالك دي ايه، واصلا مش متخيل بان هو فعلا سامعها او شايف. ممكن تبقى شايفه بمنظورك الضيق بان هو شخص بيفرتك فلوسه بس، ممكن تبقى شايفه راجل مكتئب وحزين وهو المود بتاعه كده، معرفش اعمل له ايه يعني، هو راجل كئيب. لا، ممكن يبقى مريض فعلا ومحتاج ان في حد يقف معاه، في دكتور يديله دواء، في صديق يديله نصيحه، وفي اهل يحتووه، وده اهم حاجه على فكره. ساعدونا بان احنا نلحق المرضى وهم لسه في بدايه الموضوع قبل ما يتحول لوحش وكابوس بينهش في دماغه وبياكل في جهازه العصبي وما نعرفش ساعتها نوقف معاهم. واخيرا اتمنى من كل قلبي الشفاء لكل مرضى الامراض النفسيه والعضويه، اتمنى ان ربنا يريح بالهم ويكتب لهم الشفاء. اما بالنسبه لكم لو المحتوى الجديد عجبكم ما تنسوش تنزلوا وتعملوا لايك اشتراك، لو لسه ما اشتركتش في القناه احنا داخلين على 150,000 مشترك، اكتب لنا كومنت ولو عايزنا نكمل شجعنا نعمل ده. ولعند ما اشوفكم في الحلقه الجايه لو احتجتوا حاجه ادوا العيش لخبازه.